أسيرات داخل سجون الاحتلال. الأسيرات في الفترة الأخيرة يعشن حالة تعسفية من قرارات تعسفية، حالة من الظلم، من الهمجية، من خلال قرارات تعسفية من إدارة سجون الاحتلال. الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه ينضم إيانا عبر خط الهاتف لحتى نتحدث أكثر عن القرارات التعسفية التي بدأت تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات. حالة من الفوضى يعيشنها الأسيرات داخل سجون الاحتلال. أيضا يوم أمس كان هناك رسالة من داخل السجون من الأسيرات بعنوان من سينتصر لنا. سعد صباحك يا سيد حسن. يسعد صباحكم والحرية والكرامة لأسرانا وأسيراتنا، أهلا بكم. يعني الأسيرات يوم أمس كان هناك رسالة موجهة لهن لأبناء الشعب الفلسطيني من أجل التحرك العاجل لنصرة قضيتهن، يعني القضية العادلة التي دائما أبناء الشعب الفلسطيني يطالبون كل المجتمع الدولي وكل يعني القوانين والأعراف بأن يكون هناك حرية عاجلة، أن يكون هناك يعني رأفة بالأسيرات داخل سجون الاحتلال. فكيف هي الحالة اليوم التي تبدو عليها الأسيرات داخل سجون الاحتلال؟ يعني لا تزال الحالة على ما هي عليه من حالة التوتر وحالة القلق الشديد على مصير وسلامة أسيراتنا المادلات التي بلغ عددهم 29 أسيرة، بعضهن 6 أسيرات مصابات وجريحات و7 أمهات و3 قاصرات و2 يعتقلن إداريا. تم عزل الأسيرة ياسمين شعبان إلى نبيت ريستا في الرملة، بالإضافة إلى الزج بمجموعة من الأسيرات في زنازين العزل بعد أن تم اقتحام غرفهن والتنكيل بهن، وهذا ما دفع إحدى الأسيرات إلى حرق إحدى غرف القسم. الأوضاع لا تزال متوترة بعد أن حرمت إدارة السجون الأسيرات من تلقي الزيارة العائلية عقابا جماعيا والتي كانت مقررة يوم أمس الأربعاء، بجانب حرمانهن من التواصل الهاتفي عبر الهاتف العمومي في القسم والاستفادة من الكنتين. وهذا كل مؤشر واضح بأن هذا الحصار وهذا الإغلاق للسجن على الأسيرات سيقود إلى المزيد من التصعيد في السجون، خاصة في ظل تهديدات الحركة الأسيرة بانتصارها لصالح الأسيرات، وهم المطالبة الواضحة بضرورة معالجة هذا الوضع وعدم السماح بالاستقطاب بالأسيرات في داخل السجون. يعني احنا بنحكي عن قرارات تعسفية، السجون او الاقسام اصبحت هي عزل اجباري على الأسيرات، يعني عقوبات جماعية بشكل مفروض وبشكل مفاجئ بحق الأسيرات، وخاصة احنا بنحكي عن أسير او عن مصير الأسيرة ياسمين شعبان اللي نقلت خارج سجن الدامون وتحولت الى العزل الانفرادي. مطالب عديدة طالبت فيها الأسيرات من خلال الرسالة الصوتية بيأكدوا على حقهم وعلى أن يكون هناك ظروف معيشية أفضل من الظروف اللي بيعيشوها خاصة خلال اليومين الأخيرين. ما هي أهم المطالب اللي فعليا تسعى هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن تكون هناك الرأفة بحالهم وأن يكون إعادة الأسيرات لحالة من الهدوء؟ يعني بداية لابد من الإشارة بأن الأسيرات يطالبنا بحقوق وإنسانية وتحافظ على كرامتهن الوطنية والإنسانية استنادا إلى المعايير الدولية واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي. نحن لا نبحث والأسيرات لا يبحثنا لا عن شفقة ولا عن بوادر حسنية ولا عن رأف أو غيرها من القضايا، وإنما عن انتزاع لهذا الحق الذي دفعت ثمنه الأسيرات والأسرى ثمنا باهظا من خلال نضالاتهم على مدار سنوات وعبر الإضرابات المفتوحة على الطعام. وبالتالي ما تقدمه إدارة السجون هو حقوق تم انتزاعها انتزاعا عبر تراكم النضال المستمر للحركة الأسيرة. الأسيرات بطبيعة الحال يطالبنا بإلغاء كل التدابير العقابية والإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون وإعادة الأسيرة ياسمين شعبان إلى القسم مع بقية الأسيرات، وهذا لم يتسنى الوصول إليه حتى الآن مع إدارة مصلحة السجون، مما يبقي على الأمور في حالة من التوتر والغليان الشديد في ظل أيضا إقدام الأسرى في النقب وفي عوفر وغيرها من السجون على إغلاق الأقسام
التمرد على العدد والفحص الأمني وعدم التعاطي معه وإعادة الوجبات وحل اللجان التنظيمية. كما أيضا تفاقمت هذه الأوضاع من خلال سحب التلفاز من الأقسام التي يتواجد فيها المعتقلين الموقوفين في معتقى العطار. كل هذا يدل بأن الأوضاع في داخل السجون نحو مزيد مقبلة على مزيد من المواجهة، والخطوات الاحتجاجية هي لا تزال مستمرة. أيضا في ظل الخطوات الاحتجاجية، أسرى سجن عوفر يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية. تفاصيل هذه الخطوات، هل ستكون هنالك فعليا خطوات جادة مغايرة للخطوات الماضية، خاصة أنه هذه الإجراءات مست بالأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال؟ يعني إجمالا الخطوات تتمثل في إعادة وجبات طعام، في إغلاق الأقسام، عدم التعامل مع قضايا الفحص الأمني للغرف وعرقلت ذلك، إضافة إلى حل الهيئات التنظيمية المشرفة على أقسام المعتقلين الموقوفين، وهذا يفسح المجال أمام التصدي لأي استهداف مباشر من قبل إدارة مصلحة السجون، وأن يفسح المجال أمام أي أسير لاتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة لانتزاع حقوقه من السجن. كل الشكر لناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه. وحالة من التوتر تسود سجون الاحتلال، وقفات احتجاجية وخطوات احتجاجية قرروها أسرى سجن عوفر من أجل المطالبة بإنهاء عزل الأسيرات بأسرع وقت، أو بالأحرى انتزاع الحق بحريتهم. كل الشكر لي السيد حسن ربه، وأكيد كل الشكر لوقفة الصمود، وقفة العز والكرامة من قبل أسيرات. وقفة واحدة لأسيرات تجمعنا من أجل أن يكون يد واحدة من أجل انتزاع حقهن في الحرية. كل